معكم الشيف عادل السعدي كيحييكم وكيدي لكم الشوايه هنايا. تحياتي سي شعيب حتى هو من الاصدقاء اللي حاضرين معنا. السي عادل كشي ديال السلام عليكم لا فامي، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين ديال خونا وحبيبنا يونس، نتمنىكم تدعموا باللايك وبالبارطاج بيان سور. فوالا اللي نقدر نقول لكم هو انه الناس اللي عندهم هذا المشروع المستقبلي ديال كندا كنشجعكم الواحد يدرس المراحل كاملين قبل ما يفكر، قبل ما يبدا وقبل ما يجي هنا ان شاء الله، والله يدير اللي فيها الخير ان شاء الله. كنتمنوا التوفيق، وانتم كتشوفوا الاصدقاء راه الناس كتموتيفيكم وديما الكوراج، والانسان اللي بادي في شي بروسيدور الله يسهل عليه والله يكمل عليه. وتحياتي الحاره، تحياتي الحاره السي عادل. انت اذا كنتي جاي كندا راه الموضوع كيخصك، الا بغيتي تيكونوميزي 20000 دولار ودير فورماسيون غراتيس فابور الغوفرنمون هو اللي خلصها لك، خليك معايا حيت اليوم غادي نهضر لكم على دي بروغرام باش تقرا دي AEC فابور، يعني الغوفرنمون هو اللي غادي يخلص لك لا فورماسيون اللي كتسوى من بين 25 حتى 30000 دولار. شحال كتسوى هاد الفورماسيون؟ الغوفرنمون هو اللي غادي يخلصها عليك. اليوم غادي نديرو واحد الشوايه مزيانه، هانتوما كتشوفوا حنا موجدين الكباب كفاتين عمس، موجدين سوسيطات، هانتوما كتشوفوا السوسيطات وبالسوسيطات العمس نتوما مال الخير. غادي نديرو واحد الاكله زوينه مع الاصدقاء، كاين معايا السي عادل السي شعيب، اصدقاء ديال المغرب جايين دايرين جلسه اليوم. من بعد هاد الجلسه هادي غادي نكمل لكم وغادي نشرح لكم موضوع ديال كيفاش تقدر تقرا، كيفاش تقدر تختار ديبلوم، كيفاش تقدر دير لانسكريبسيون، وهادشي كامل راه ما غادي تقام لك حتى شي حاجه. وكاين الصديق هو اللي غادي يشرح لكم اليوم لا بروسيدور كيفاش غادي تسجل وشحال غادي تدوز هاد لا فورماسيون. وكنتمنى الموضوع يعجبكم، والناس اللي مانتيريسي، الناس اللي مبارطاجي، الناس اللي غادي يجيو ديجا كندا راه الموضوع كيخصكم. ولا كنتو كتعرفوا ناس اخرين مهتمين كنتمنى انكم تبارطاجيوهم معاهم وما تبخلوش عليا في جيم وبارطاج. وكنشكر الناس اللي كتفاعل معنا وكدير جيم لا فيديو قبل ما تفرج. تحياتي. احنا دابا لا فامي كتشوفوا كنصايبوا براد ديال اتاي مشحر هنايا، براد ديال اتاي مشحر، وهادي هي الكليسه ديالنا ها هي. وجدنا شويه الخبز، خبز ديال الدار في ميزون. هنايا عندنا الكفته ماغينيي، هادي سلطه ديال البطاطا وبصله وسلطه ماروكان، هادي سلطه ديال البصله ديال البطاطا مسلوقه الروز طون. وانتم مالي الخير، انتم كتشوفوا داكشي ها هما مريحين، ها الاجواء ها هي كلاسيير. تحياتي تحياتي لا فامي، ها هي الكليسه هي هادي الاصدقاء والعائله والاحباب، مرحبا بكم عندنا، مرحبا بكم على فامي. حنا دابا راه جالسين مع الصديق ديالنا عادين اللي من قدماء المحاربين هنا في كندا، وبغينا نبارطاجيو معكم التجربه ديالو بيان سور، وعندي لكم واحد النصائح للناس اللي باغيين يجيو المقاطعه ديال كيبيك، الناس اللي كيفكروا انهم يهاجروا لكندا وباغيين يجيو المقاطعه ديال كيبيك. حنا دابا غادي نبارطاجيو معكم دي زاستوس، يعني بحال قلت دي كونساي دي ريكومونداسيون اللي غادي يساعدوكم باش تقدروا تنجحوا في الانتيغراسيون ديالكم. هادشي علاش فاش غادي نهضر لكم على فورماسيون اللي فابور كاينه سي بوسيبل، وهذا هو الموضوع ديال اليوم، كيفاش تقدروا تقراو وديروا فورماسيون ديالكم فابور بلا ما تخلص 20 الى 30000 درهم بحالي انا كيف ما درت. ما بغيناكمش حتى نتومايا ماشي تصيدوا، ولكن بغيناكم تقتصدوا وتكونوا تفكروا بالعقل ديالكم وتكونوا حتى نتومايا على بال. هادشي علاش غادي نبارطاجيو معكم لي زاستوس. وكنشكروا السي عادل بيان سور، الله يحمي الوالدين حيت كيبارطاجي معكم هاد المعلومات الثمينه. دونك غادي نبداو على بركه الله، وغادي نسولوه السؤال الاول، شنو هما السي عادل الشروط اللي غادي يخصونا بيان سور باش نقدروا نلقاو هاد لا فورماسيون اللي غرات؟ شنو هما الشروط اللي خص توفروا في الانسان باش يقدر يدير هاد لا فورماسيون غراتويتمون وفابور زعما؟ وا اول حاجه بعدا كما قلتي خصو تكون الانستالاسيون تكون في كيبيك بعدا بوغ اون جيغي ديال 3 موا بعدا ديال المينيموم، باش دوز من فورماسيون من عند امبلوا كيبيك ضروري خصك تكون عندك لا سيرتيفيكا سيكسيون كيبيك سي اس كيو. هذه فهمتي، هذه من الحوايج اللي ضروري خصك تكون عندك، الا ما كانوش عندك سواء غدوز بريفور سواء غدوز فهمتي ايتود من عندك من البيجي ديالك تخلص انت تخلص هذيك الساعه ضروري. وكتقبيله قلت شفت انتباه على السيرفيس كيبيك، يعني باش كتمشي عند امبلوا كيبيك باش كتقدر تمشي بوحدك ولا كاين شي سيت ولا كومون سا مارش؟ سي كو
انا فاش جيت انايا كنت انا من الناس اللي كانوا معولين على باش يقراو ماشي باش يقراو، وبما اني ما كانش عندي لي مويان باش نمشي نقرا راسي ولا بري بورس ترونسيني ثاني مع عند شي ناس الله يرحم الوالدين هما اللي اورونطوني من هاد من هاد من هاد لو شومان اللي كدرت سي كو مشيت انا مشيت عند سيرفيس كيبيك اللي كان لو بلو بروش ديال الدوميسيليزاسيون ديالك نتايا تماما. وملي كتمشي لعندهم كتهضر معاهم فوالا سي كو بغيتي تكمل قرايتك. انا في الاول ما كنتش عارف شي حوايج، انا كنت غادي دخلت عندهم وداخل بواحد الفكره غالطه، ولكن ملي ريحت مع لاجون دومبلوا ديالي حيت كيولي لاجون دومبلوا ديالك كيولي عندك واحد من بعد كيولي واحد الكونتاكت ديما انت وياه مع باغ تيليفون ديما انت وياه. ملي ريحت مع لاجون دومبلوا ديالي في الاول لقاني انا مع انا مزوج وعندي وليد وعندي وليدات سي كو ما عنديش ما يمكنش لي ندوز من امبلوا من اون فورماسيون ريفيري من عند امبلوا كيبيك الا ما كنتش في ليت سوسيال. هذه ما كنتش عارف هذه الفكره هذه. تمام بزاف ديال الناس ما كنتش عارفين القضيه سي كو قال لي خاصك تكون في ليت سوسيال. من بعد هو نيت هذاك لاجون دومبلوا واحد في داكشي في كلشي كان في سيرفيس واحد في سيرفيس كندا. هو مشى عيط لي على واحد انسان واحد اخر اللي متخصص بهاد لي سوسيال غير باش تعرف واحد النقطه مهمه سي كو لي سوسيال ولا امبلوا كيبيك ولا اون فورماسيون في ريفيرمون بار امبلوا كيبيك ما كتشوفش حتى تاخذها. ضروري شي الا ما كونفانكوتيش لاجون ديالك بانك راه عندك واحد العزيمه باش تقرا باش من بعد تاخذ واحد الدبلوم اللي يخولك تخرج لواحد الميدان ديال الشغل باش تخدم خاصك هو تقنعو باش قنعو خصك تكون انت موجد خصك توجد ليه يعني ماشي غد فقتي وبغيتي تمشي عند الاجون دومبلوا تمشي لعندو بغا يعطيك فورماسيون لا خصك توجد تعرف شنو غتقول ليه وشنو هما لي بوين فور اللي عندك شنو هو الدومين اللي كنت كتاكزيرسي في البي دوريجين ديالك وعاد فين كيفاش جيتي وعلى حتى الا بغيتي تبدل هنا راه سي بوسيبل تبدل اورينتي الدومين كامل مي غير خصك تعرف تكونفانكي هذاك لاجون دومبلوا ديالك شي حاجه فهمتي فهمتي داكشي ساهل حنا مغاربه وحنا العرب ما نخافوش حنا ما تنخافوش على ريوسنا في هادشي. هو تيعطيك لاجون تيقول لك سير خصك تمشي للسيرفيس ليت سوسيال ليت سوسيال حتى هما راه تيبغيو يشدوا معاك حتى هما تيبغيو بحال اونتر انا نقولوا حنا بالدرجه ديالنا تيبغيو يقلقلوك تيبغوك تيقول لك انت علاش غتجي وتقيد في ليت سوسيال وانت عندك الكفاءات وعندك العمل تقدر تخرج تخدم باش تخرج تخدم انت عاوتاني هنايا كتخصك تكونفانكي ليت سوسيال بانك بغيتي تقرا من عند امبلوا كيبيك ولكن ضروري خصك تاخذ ليت سوسيال باش كذا باش تمشي تقرا معاهم ويقدروا المهم كاين واحد النهار ديالك تبقى مريح معاهم تما كاينه اون فوا تدير لا سوسكريبسيون في ليت سوسيال صافي كتمشي تدخل عند لاجون كتقلب على ايكول كتمشي عند لاجون من تما لاجون دومبلوا ديالك ديك الساعه كتكون واحد لونتروتيان انت عاوتاني ديالك انت منك ليه تشوف فوالا فين كاين لورينتاسيون ديالك علاش توكتك علاش بغيتي تعاود تقرا شنو الدومين اللي بغيتي تقرا شنو الدومين اللي تقدر تعطي فيه شنو هو هو في الاول تيقول لك انا نقدر نعطيك الحق غير في اوسي ولكن عاوتاني الا كنتي عاوتاني فيك نكونوا الهضره مزيانه وتعرف شنو كتقول لعيبه تقدر تخرج من عنده حتى ديك حتى ديبي ديبي انا درت ديك فهمتي واحد شي وحدين كنعرفهم داروا دي او بي شي وحدين داروا الاي سي على حسب الهضره فهمتي كاينه. وبالنسبه لا فورماسيون هذيك الساعه ملي كتختار لا فورماسيون كدير لانسكريبسيون في ليكول ولا في السيجيب كتجي هذيك الساعه تهضر مع لاجون دومبلوا ولا يل كومينيك كونتر لي دو ولا كومون سا مارش تقريبا انت هو اصلا فاش كتجي كدير لا ريشيرش على الفورماسيون اللي كتكون انت انتريسي ليها كتدخل في واحد لي سيت ديالهم باغ اكزومبل ميزون نيف ملي كتدخل كدير واحد لي فورماسيون وكتلقى ملي كدير فورماسيون لي ريكونو ديسپونيبل من هنا لي موا لي بروشان موا كتلقى فورماسيون كتلقى اونتر بارونتيز ريفيري بار امبلوا كيبيك كتمشي تشوزي هذيك اون فوا كتشوزيها كتشوف لا دات ديال البورت اوفيرت ولا لا دات ديال الانسكريبسيون تسجل معاهم ملي كتسجل في السيت وداكشي كتمشي تحضر نهار اللعيبات نهار ديال الانسكريبسيون كيقول لك جيب لنا خصك تجيب لينا الكيفالونز ديال لي ديبلوم وكذا ومنشي الوراق كاملين ندوموندين ومنه هما تيعطوك واحد الورقه اللي خصك تشديها لاجون دومبلوا ديالك بحال الكونفيرماسيون بحال الكونفيرماسيون انت كتقيد كيعطوك دي كونفيرماسيون انت كديها لاجون دومبلوا ديالك مع هادشي انا كديرتو شحال هادي ما عقلتش واش هو اللي كيعطيك الورقه وانت كديها للمدرسه ولا المدرسه اللي كتعطيك الورقه. المهم كاينه واحد لاسيس بحال هكا بحال الكومينيكونتي دو باش تمشي تبدا لا فورماسيون اي فوا انت كتسينا من عند لاجون دومبلوا كتسينا من عند المدرسه وكتحطها في المدرسه وداكشي انت كترجع للور صافي كتبقى لا كومينيكاسيون في المدرسه تيكون واحد لا بيرسون واحد لا بيرسون خدامه تما كاينه كتكون هي بحال خدامه مع سيرفيس كيبيك تيكونوا حاطين تما كاينه صافي كتبقى الكومينيكاسيون ما بين سيرفيس كيبيك وهذيك لا بيرسون اللي خدام في المدرسه
انت كترجع الله صافي، انت كتولي متكلف غير تتولي غير فوكاليزي على قرايتك وصافي. تقريبا هاد لا فورماسيون تقريبا شحال كتكون مقيومه لا فورماسيون؟ شحال تقريبا الفورماسيون كتكون مقيومه؟ كاع لي بحال الفورماسيون عاديه راه تقدر توصل حتى الفورماسيون ديال 25 دولار حتى 20 دولار 30 دولار. بزاف ديال الناس كيتسائلوا شحال تقريبا لا فالور، وانا بحال على حساب شنو، على حساب لا شنو غتقرا الا او سي ولا حيت الا او سي ماشي هي ديك، ماشي هي دو بي، ماشي هي لا ماتريز نوبغ دور حتى هما راه كيفنتي كينقصوا وكيتزادوا على حساب شنو انت اختاريتي فهمتي كا اكزاكتومون فهمتي كا ديبلوم وعلى حسب فورماسيون عاوتاني الدومين عاوتاني مختلف لي بري ديال الدومين ا لوتر فهمتي مختلف. ماشي انا كدرت لانفورماتيك فهمتي حتى كانت كانت لانفورماسيون كانت كدور ما في ديك الونتور ديال 19 25 الف دولار بحال هكا فهمتي. شحال واحد يقدر يديرها اللي غادي انت فهمتي ملي كتدسي من عند جون دومبلوا عندك زيرو دير يعني كتولي لومبلوا كيبيك هي اللي كتخلص لا كو هي اللي كتخلص هي الكونفونسيون معاهم كتخلص ديال الكونفونسيون كتخلص ليهم لي كور ديالك وهذيك الساعه وهذيك الساعه واش هما هاد لي كور سون فريمون ديفيسيل ولا ساهلين السعادي صراحه. وخويا فاش كتجي تقرا بزاف ديال الناس كيكونوا مخلوعين ما نقدرش ندخل نقرا حقا ولا في عمري 30 عام 30 عام شريف تفرج على القرايه. بزاف ديال الناس كيكونوا مشخوشين خايفين هذا هو الفكره غلطه لان قراو معايا الناس عندهم 54 عام في عمرهم 55 عام ما شاء الله قراو معايا قراو معايا الناس عندهم 40 عام قراو معايا الناس عندهم 29 عام يعني في مختلف الاعمار كيقرا كلشي تيقرا. انا العلم ما عندوش العمر ما عندوش يعني حد ديال انا يا 33 عام ما عندكش ما فورماسيون خديت ديك ديالي الحمد لله. العلم ما عندوش حد غير هي فهمتي. شوف الانسان غير يكون شويه حيت ملي كنقولوا تنقراو حيت ملي كنقولوا تنقراو شوف انت الا بغيتي تقرا فريمون ماشي غير باش حتى كاينين شي ناس ما كيطرا لهم تيجيو تيقولوا حكا حنا نربحوا غير لي سوسيال مريحين ونراسنا تنقراو ومريحين وداك الشيء كيتمد سبيس كيلقاو بروفيتين في السبيس كيبقى بروفيتي. هادو هما الموفي اكزومبل اللي كيجيبوا لك علاش كيخلوا امبلوا كيبيك تيكزيجي عليك بواحد سيغتان كيستيون اللي يعني ما كتجيش كتعطيك كوم فورماسيون حيتاش الى عاشت دي زيكسبيريونس مع عباد الله اللي كيابيجي مالوغوزمون ماشي ما نقدرش نقول عليهم شي حاجه مي اختاروا شي طريق حتى هما ديالهم اللي كيخليوك. ولكن انت اللي جيتي تقرا وانا ننصح بنادم يقرا انا كان بنادم يقرا لان قرايه قرا انا ما يعني ما غتضركش في حياتك ولا فورماسيون ديال تسمح لي قاطعتك خويا هذه لا فورماسيون ديالك ماشي شحال دازت عندك في الشقه شي عام وربع شهور ولا انا دازت يعني بشي عام وتقريبا شي عام ونص ولا عام وش... على عام اكثر والستاج تقريبا ابخي ستاج لو مودي لقيتي ستاج ولا هما اللي لقاو لك ستاج ليكول ليكول على حسب. شوف كل ايكول دابا عندك واحد 80% ولا 90% لي زيكول هما اللي لقاو لك لي ستاج حيت انا هما اللي هما اللي لقاو لك لي ستاج لانهم عندهم دي كونفونسيون مع لي زونتربريز وداك الشيء كيعطيو. انا بحال دابا انا كانت جاتني واحد اون ليست ديال لي زونتربريز اللي بغاو ستاجير وكتشوازي كتصيفط ليهم كتصيفط لهم وداك الشيء وهما راه عارفين اون فوا كيوصلهم ديجا كيلقاو لان داك اللاتر اللي كتصيفط هي كتكون باللوغو ديال المدرسه تيعرفوا بانك راه انت هو داك انتي لا بيرسون كدير لهم تي اونتروفي ماشي شي حاجه كتقرا غير الدومين غير هي القرايه هنا في كندا كتعطيك واحد لافالور كبيره لانك فاش كتخرج حتى في لونتروفي كتعرف شنو الا قريتي كتعرف شنو تتجاوب يعني ما كتكونش بحال دابا حنا في المغرب كنت كنقرا شي قرايات فاش كنت كندوز لي دونتروفي تيسوني شي سؤال كنبقى نشوف يعني ما كنخصني نبقى نفكر ليه. مي هنا يعني قرايه ما كتقرا فريمون كتقرا عندك واحد الباجاج ديال 50 60% تتخرج داك الشيء هو اللي كاين في الميدان ديال الاول هو اللي فهمتي غتخدم به هذاك يعني ما كتدخل ما كتخش من داهش كتسنى شي واحد زعما كاين خصك ضروري خصك البينوماج ضروري خصك لاكومبانيمون ولا ضروري ولكن عندك واحد الباجاج ديال 50% 60% كاين اللي هما كيساعد خاصك ليكسبيريونس هي اللي كيعيشها معاك كيعيشها معاك داك البينوماج وكتجيك مع الوقت وكتجيك مع داك السنين ديال يعني الحمد لله يعني الحمد لله الناس اللي خصهم يركزوا لي اللي خصهم يركزوا عليه هو انه هاد لا فورماسيون فاش كتساليها كاين ستاج موراها ملي كدوز ستاج كتخرج تخدم اين فوا كتخرج تخدم يعني كتكيتي لي سوسيال ما كتبقاش في البسباس وبار لا سوت ملي كتخرج تخدم هذيك الساعه كتبدا عاوتاني الدور ناعورا وكتبدا عاوتاني تبدا تقلب على راسك تقلب على ليكسبيريونس باش الغوفينو ديالك يطلع وهذا هو الهدف. هادشي علاش جينا باش نهضر معكم اليوم الخوج باش نبارطاجي معكم هاد لي بون زاستيوس اللي ماشي اي واحد يقدر يقولها لكم الاصدقاء. بزاف ديال الناس ما كيبغيوش يوريو هاد لي زانفورماسيون علاش لحقاش كيبغيو يخليو هادشي اليوم هما. هادشي علاش اليوم كنبغيو نشكرو عادل بزاف 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 اخويا كنشكرك السي عادل على هاد لي زانفورماسيون ما بخلتيش علينا ما بخلش عليكم بيان سور الناس اللي كتفرج فينا. هادشي علاش الله يرحم لك الوالدين والله يرحم من رباك
وتقاسمنا بزاف ديال المعلومات فيما يخص الانستالاسيون الشروط. هضرنا على لي فورماسيون اللي غنبارطاجيهم لكم، غنخلي لكم لي سيت في الديسكريبتيف كيهضروا على لي فورماسيون اللي كاينين، كيفاش تلقاو لي فورماسيون، وهذا الشيء كامل غادي يعاونكم باش تنجحوا في الانتيغراسيون ديالكم وباش يكون عندكم ان جوب فاسيل ماشي مسيو مدام تو مود اللي قادر يديروها. هادشي علاش ما تنساوش تدعمونا بلايك، تخليو لنا ان كومونتير اللي عندكم شي تساؤلات، وكنشكركم بزاف على التفاعلات ديالكم على فابي.